ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. ها الو الشيخ، الشيخ مصطفى معايا؟ نعم معك. ايوه لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك سؤال. سلي. هو بابا كان ابي، ابي دعكي من بابا، بابا ايه خلاص انجليز. ابي كان بيهتم بجدتي وبيعتني بيها وكده، هي عندها 92 سنه. اللهم بارك. وبعدين هو بابا توفى من سنه، واحنا المفروض 4 بنات. فيعني ف وقت الوفاه وكده اتفقنا ان احنا يعني ايه، ان هي من امريا عمتين، فما كنت يعني ما كناش عارفين يعني مين هيعتني بها بعد بابا، هي لا معاش وكده. فقلنا خلاص يعني احنا يعني بابا كان بيعتني بيها واحنا عارفين ان احنا بنخدمها ازاي ويعني ايه، ونعتبرها صله لبابا وكده. ف يعني خلاص يعني ايه بقى الوضع زي ما هو يعني. فبعدين كل فترة عمتي بتيجي يعني ايه، تيجي كأنها بتشرف علينا كده. اخر مرة جت وقالت انا عايزة المعاش عشان اطلعها صدقة. خلاص قولها تعالى يا عمتي اعتني بأمك الله يرحمها وخد المعاش بس. طيب بس كده خلاص. انا كده مثلا هقطع ارحام او ان انا لا، ما في تقطيع ارحام ولا حاجة، هي متشككة فيكم انكم تسرقون معاشها صح؟ مش قوي يعني، يعني تاخذ نصف المعاش وتصرف نصف المعاش. طب خلي عنها مثلا. طب تعالي يا عمي، هي شايفه دي ارضى عليها. تعالي يا عم الله يحفظك، قومي على امرها وخذي المعاش كله، واحنا ان شاء الله في وقتنا الفاضي هنروح له بس انت الاساس يا عم. بس كم من صانع للمعروف يتهم.